طيب عندنا اتصال آخر، أم عمر من كركوك. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك خالة يا عين أستاذ طلال؟ هلا أختي أم عمر، يا أهلا وسهلا. خالة أنا عندي مناشدة وأمانة. تفضل. هاي أمانة برقبتك توصل مناشدتي وأمانتي، لأن ابني مظلوم والله يعلم، والله العظيم ابني مظلوم. نعم. ويدي أخذوه من 2011 بشهر الواحد، أخذت زين. القوات الأمريكية 2011 شهر الواحد. اي 2011 شهر الواحد اخذوه من كركوك القوات الامريكيه. والله يا خاله كان عمري 15 سنه، صار ثالث متوسط، لا صوت ولا ذنب بسبب المخبر السري. الامريكان سلموا للعراقيين مطار المثنى، مطار المثنى شوفوا الوان العداء، يعني اظافره اقلعوها، ايده اقلعوها، راسه عيونه ما عاد يشوف بيها. ورا ما اخذوا من عنده الاعترافات اللي يريدونها حولوه سجن الاحداث البطوطشي. لا حول ولا قوة الا بالله. وهسه هو بعد بالطوبتشي؟ اي يعني سجن الاحداث البطوطشي. زين شنو التهم اللي تحول سجن الاحداث بال 2014 صارت محاوله تهريب السجناء. ما سجن التاجي وما سجن بغريب ومن ضمنها سجن الطوبتشي. اي فمن صارت محاولة الهروب وما تعرف هم جهال بعدهم كليتهم احداث. نعم. فمن قالوا لهم راح تطلعون سمعوا الضجة طلعوا يركضون للباب ما طلع ولا واحد من عندهم كلهم رجعوهم. زين وبعد لحد الان في نفس السجن؟ اي لا يا قلبي من 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 رجعوهم قالوا لهم انتم جبتوا القوات مال القوات العراقية على مود محاولة هروب فأخذوا من عندهم من داخل السجن 16 واحد. وين ودوهم؟ ودوهم للسجون السرية، ظلوا بيها سنة وشهرين، أنا ما أعرف كل شيء من دمي طيب ما أدري. زين. مرة سنة وشهرين من قاموا يطلعون من السجون السرية فأبروني قالوا لي ابنك من الناصرية. رحت عليا والله العظيم ما عرفته، والله الله شاهد يا خاله ما عرفته، يعني ميت بس الله ما موته، هو توفهم بس الله ما موته. وبعدين صعدوهم محكمة فحكموهم هذول 16 واحد كليتهم اعدام. الله اكبر. يعني بشنو ذنبهم؟ شنو صوتهم؟ حتى جهال بالمدرسة من يقول لهم يلا حلنا نبيه. زين شنو تهمتهم حتى حكموهم اعدام؟ شنو التهمة اللي حكموهم عليها؟ محاولة الهروب من سجن الطوبش، يعني هو داخل السجن. زين قبل محاولة الهروب شنو كانت تهمته؟ هو على أساس هم متفقين، يقولوا لهم أنتم متفقين لو ما متفقين ويا هذول البرنامج جاوا يطلعونكم، زين شنو الإثبات عليهم أنهم متفقين؟ لا عنده صورة بالكاميرات. لا قبلها خالتي أنا أقصد قبلها أول ما أخذوه شنو كانت تهمته؟ تهمته الانتماء. الانتماء لمن؟ اي بالبدايه بالانتماء بالمخبر السري كل شيء ما عنده هو قلت له عمره قلت لك عمره 15 سنه من اخذوه والله العظيم كل شيء ما عنده وبالمخبر السري بسبب ادوات ويا عمامه ويا ولد عمه على انت من عندهم هاي بالمخبر السري شكو واحد بالمنطقه رايح وجنا سجلوا عليه حتى هو من الكتل جيراننا مات بالسرطان قال انا كتلته اخو المعلم مالته ما في بحادث ما سياره قال لهم انا كتبته من التعذيب وعنده تقريرين طبيه يا جريمه يجيبوا لي يعترف بها بسبب التعذيب. اي والله جاهد قلت له والله عمره 15 سنه. تمام خالتي العزيزه يوصل صوت ان شاء الله. في السجن وعمره 15 سنه وهسه عمره 30 سنه والله العظيم رحت اواجه هاي المواجهه قبل يا بالعربانه خاله يعني هو من راح عمره 15 سنه مثل الورده وشوف هسه شوف هسه المعامله بالسجن مال الناصريه شوف الضيم عليهم يعني مترين 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 هاي الزنزانه يحطون بيها ثمانيه يوصل صوت خالتي العزيزه تمام كل يومين بطل مي واحد شرب بهالحر هذا ومي قتول يلطونهم تمام خالتي تمام احنا حتى نتيح المجال لبقيه المتصلين شكرا جزيلا وان شاء الله يوصل صوتك وان شاء الله قدر الامكان يعني الله يفرج عن ابنك وعلى كل شخص بريء وكل شخص تم ظلمه من قبل الجهات الامنيه، شنو هاي الاساليب الخاطر الله؟ شنو هاي الاساليب اللي تتبعوها مع السجين؟ يعني السجين عمره 15 سنه هسه اوكي عليه تهمه اوكي عليه شكوك عامله بهذه الطريقه اخليه يفقد حياته داخل السجن، ايش بقى عنده؟ راح مثل الورد تقول جاني على العربانه